محمد فرهاد ابراهيم عبد الجواد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكم الى لله يخص الحق وهو خير الخاصمين. بعد مطالعه المواد 334 309 381 اجراءات جنائيه المواد 32 230 231 232 177 فقره 6 عقوبات المواد 1 فقره 2 و6 26 فقره 3 و4 30 فقره 1 من القانون 394 سنه 54 المعدل والبند به من القسم الثاني من الجدول رقم 3 المظهر به المعدل بقرار التحليل رقم 13 354 سنه 81 حكمت المحكمه حضوريا وباجماع الاراء معاقبة محمد فرهاد ابراهيم عبد الجواد بالاعدام شرطا عما وسد اليه وامرت بمصادرة السلاح وزفائر المضمضين مع حالة الدعوة المدنية الى المحكمة المختصة بلا مصاريف. الله محمود زي ما نعم انا اتظلمت في الدنيا بس مش هتظلم في الاخر اكيد يعني. محمود محمد زكي ورامي السيد محمود. محمود محمد زكي ورامي السيد محمود. حكمت المحكمة حضوريا في المعارضة.